السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقاس البنسي 28 بيضة. أنا من النجف، اشتريتها من بغداد بتاريخ 2019 شهر السادس يوم 22 تقريبا، صعدها يمي سنة إلا 3 أشهر. من ذاك الوقت حد هذا الوقت وجبة وجبة أطلع، قول تخرب قول يصير بيها شي، أبد كل شي يخرب بس هي ما تخرب. طبعا كتاكيت الحاطة مثل ما تشوفون كتاكيت براهمة، كتاكيت عرب من ضمنهن. حطيت 21 بيضة، طلعت 20 بيضة، بيضة واحدة ما ملقحة مثل ما تشوفون. البقية هذني قاعدين ينقرن، هذا راح يطلع. طبعا بهاي الوجبة صادفتني مشكلة اللي هي طفت الكهرباء لمدة 9 ساعات. انا طبعا يو بي اس ما عندي، انا قلت البيض هذا خرب فسد، بس ما شاء الله تعجبت انه قدرت الفقاسة تحفظ الحرارة لمدة 9 ساعات. كل هاي الانتاج رائع بفضل شركة عالم الفقاسات. طبعا درجة الحرارة ضبطتها على 37.5 ورطوبة من يوم 1 لحد يوم 19 45، ومن يوم 19 لحد 21 حطيت درجة الرطوبة 70. هاي تسحب ماي هي من البطل بحده وتنزل. من النجف شكر خاص لعالم الفقاسات، ربي يحفظكم على هاي الانتاج للفقاسات الجيد اللي احسن من جيد، ما شاء الله عليها، حتى ما انساها انا وهي تشتغل.